عمرك قال امك مال امك انت وش مني اش سرق عك ما شتي لو كان سرقنا الهواء يدعي ان شاء الله نابو مبلغ بجيبك دسم طلع لي بجيبك سريع طلع لي بجيبك هدا ايش يسمع امك الناس يقولوا سارق ما صح طيب شكرا على اخلاقك الكريمه طلع لي بجيبك سريع طلع لي بجيبك مو طلع لي بجيبك روح لك كمان ابي الضغط لي لحالي طلع لي بجيبك ما اطيح في الامود دمعك قلل ابي هدا شلطي معك اقول لك ما ابوش معي ها ما ابوش معي ولا ريال هذا ها الكذب هذا ها هذا 20 ريال يا قاوع قاوع مش اللي انا قاوع انا وقهالي بالبيت ومرتي من امس على زبادي وهذه ال 20 ايش ينفع اشتري به حتى ان شاء الله روتي ناشف نروح لهم انت قلت هذاك شي تسرقنا هذاك داري عالم بالحاله انت داري كيف حاله الناس خلاص ما لباس بتي قلبك بس قطع قلبي من الله يحفظك وانا حرام مديتنا عندك للظروف قال لك ما يسرق الا انسان محتاج كلنا محتاجين لكن ما نسرقش بس عد الله كبش الفداء اسرح القش ابوك ها هاي نسيت مالك يا كبش الفداء حق الرجال نسرقه تخلينا قاوع كذا انا وقهالي وقاوعنا والبيت حقه كلهم ما اقعصب لكم ما ازعجكم انا والله ما تروح اللي بحق العشاء قال لك فليت لك يلا قاقيت انا اصلي على النبي والله بجيب على ذاك البداء والله لو تعمل معي ما تنك شندي حق العشاء يا اخي بدي قلبك ما مش والله خلينا نجي حق الرجال والله ما تروح اللي بحق العشاء يا اخي شد دفدف ابو غنى الساقل الحالي لحظه ندور لك مليها شو لك هذه 500 يلا حصلنا 500 والله ما معي الله ما تكفيش والله ما دقي هات هي اكن شد قيس ابو الخيبه سارق متشرط وانت بحمل السارق انت ربشت عاري خليني حق الرجال عشاء وغدا وصبوح هذه حق مو حقك هذه شلو بالروتي ولا والله لا شو المسدس جد لك هذه هي خلي لحالي ها وترجع تسند وتدي لعندي لا حول الله ما عليك الا من عيوني فك لي الله يرحم امك طيرنا الزبو ولا المسدس نبي عوني خلاص حق الناس لا حول ولا قوه الا بالله يا اخي اضحك